وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد وجه وزارة المواصلات والاتصالات في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث أنظمة الملاحة الجوية والهبوط الآلي بمطار البحرين الدولي وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العلمية في هذا المجال، وذلك لضمان تقديم خدمات الملاحة جوية بالدقة والكفاءة وفق أفضل المواصفات بما يضمن استمرار انسياب الحركة الجوية بالمطار. بهذه المناسبة صرح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بأن وفق هذا التوجيه سيتم إنجاز المشروع قبل نهاية عام 2018 ليساهم بدوره في مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تطوير والحفاظ على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف سعادته بأن المشروع سوف يمثل نقلة نوعية لخدمات الملاحة والهبوط الآلي بالمملكة وسيسمح بهبوط الطائرات عند تدني مستوى الرؤية، الأمر الذي يقلل حالات تحويل الرحلات التي تتم في الظروف الجوية السيئة إلى المطارات المجاورة وما يترتب عليها من خسائر لشركات الطيران وتأخير للمسافرين.